حرصه تفضلي قولي للمستشفى ديال القديم الايوبي. السلام عليكم اولدي، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الله يحفظكم ويجيكم من البلا، الله يكثر خيركم الصحه، فالله يرحم ليكم الوالدين. وكنشكر الناس اللي تيهضروا ليا وكيعلقوا ليا في الكومونتير ديالي، تيشكروني تيقولوا لي الله يعاونك، الله يرحم داك الولد، الله يرحم داك الشاب، والله يجعل من سيدي ربي يعاونك وييسر لك امورك ويرحم المرحوم مسكين. انا ولدي ما عندي حتى شي حاجه جديده، عندي جديده وهي دعانا دار دعوه استعجاليه وحكموا ليه بعدم الاختصاص ومشى عاوتاني دار الاستئناف، وحنا نهار الاثنين غادي عندنا جلسه ديال الاستئناف. انا دعاني بعدا شحال هادي وعاوتاني دعاني دابا انا وراجلي، وما نعرف شنو بغى هاد السيد هذا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال لك نحيد الكاميرات باش الكاميرات باش موجد يدير لي عصابة، موجد يقتلني انا ورجلي، موجد موجد راه عنده عباد الله اللي كيدور معاهم وتيجيو يبنبنوا قدام بالزنقة، وكل شيء كيخاف منه، حتى واحد ما تيقدر يشهد، حتى واحد ما تيقدر. درت الكاميرات تيخافوا منه، تيبيع لي سانسو تيهضر مع الناس بهاد الهضره خايبه. واحد لا ما نقولك اش يدير هاد السيد هذا، الله ياخذ ليا الحق فيه، الله ياخذ ليا الحق هو ومرته، الله ياخذ ليا الحق فيهم. ايوا قلت لك الله يحيد، قال لي قالك تحيدي الكاميرات. بعدا كاين غير ديك الشكايه اللي دارت، قال لك اسيدي الا ما حيدتيش الكاميرات غادي بدا تعطي 20000 ريال في النهار. يا سلام، دار شكايه وحكم فيها وفضه ونضه. ساعه الحمد لله كاين المخزن، كاين الحق، كاين المخزن، كاين القانون، الحمد لله. وحكموا عليها بعدم الاختصاص، انا حكموا على الطبيب اللي زور الاوراق، حكموا عليه بعدم الاختصاص وهكذاك، وما بغاوش يديروا 3 شهور. هو جالس عنده الملف عند القاضي، عاد مشينا درنا الاستئناف، والاستئناف صافي ما كانش يدها فينا، المحامي ديالنا تباع صافي، الله ياخذ فيه الحق، راه خضى فيه الحمد لله يا سيدي ربي، والله الا خضى فيه الله الحق. قلت لك اسيدي دابا دار الاستئناف، نهار الاثنين غادي نمشيو للجلسه ديال الاستئناف، والله يدير شي تاويل الخير، والله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. اش قال لك حيدي الكاميرات؟ قال لي حيدي الكاميرات. قال لك علاش الكاميرات؟ انا ما درتهمش على دارو، انا كنقول للمخزن الله يكثر خيركم المسؤولين يخرجوا مفوض قضائي، يجي مفوض قضائي مرحبا به وندخلوا لداري ويشوف الكاميرات. انا ما دايرهاش على دارو، انا دايره على الدار ديالي، على الملك ديالي، على واش انا كنصب الحوايجي وكندير الشبكه فوق راسي باش ننشر حوايجي، ملي نبغي ثاني نحيد حوايجي من نشر كندير الشبكه فوق راسي باش ندير. الله يلهدى المنكر، الله يلهدى المنكر، المنكر هذا عباد الله. تيشيروا علينا بالقراعي، القراعي راه عندي التصاور ديال القراعي، وعندي الولد اللي كيضربني، كيطلع الجار، ولد الجار اللي كيحرش، انا غير شدوه غير داك الجار، داك ولد داك الجار يشدوه ويقول لي علاش هاد السيد تيضربنا بالقراعي، سبب اش يضربنا بالقراعي؟ اش بينا وبينو؟ انا ما عنديش دراري اللي قدو، ما عندي بنات اللي قدو، اش بغى عندنا هاد السيد هذا؟ باش نحيد الكاميرات، والجيران تيقول لي ما تحيديش الكاميرات كيتهرسونا الطونوبيلات، الله يجازيك بخير. انا ما شاده باب ديال تا واحد ولا شرجم ديال تا شي واحد، انا شاده كنحمي راسي بالكاميرا، وكلشي الناس دايرين الكاميرات، كلشي الناس دايرين الكاميرات، وعندي انا الرخصه ديال الكاميرا، وانا ما شاداش الدار ديالو، ما عندي فيه سوق وما تيهمنيش، وما عرفتش كاع واش كاين على وجه الارض. هذاك السيد كيشير عليا من السطح ومن الزنقه. دابا راه واحد البلاصه في الزنقه تحرقات ديك البوله ولا بالعاني خلاوها باش يبقى يشيروا علينا، كل الا تعطلنا في الزنقه يشيروا علينا بالقراعي. علاش هادشي؟ ايوا داصر، ايوا داصر، شنو نقول لك على هادشي؟ راه داصر، داصر وطاغي، وقال لك عنده الفلوس، وعنده الفلوس قال لك لا اله الا الله. انا هذيك 25 واحد اللي قالك انا كنهز الماء القاطع وكنهز الجناوه، ايوا راني حميتكم، خليو نشوفوا اللي كيهز الجناوه واللي كيهز الماء القاطع. واش انا وليت بصمه؟ وليت انا اخطاء دوزوني في اخطاء المجرمين ولا شنو هذا الشيء؟ علاش انا كنهز؟ خليكم باش تشوفوا شكون هو اخطاء المجرمين، واش انا ولا هو؟ انا عندي الادله، الا عنده شي ادله جبدها قدام امام الله وامام المحكمه. انا مرحبا نمشي للمخزن براسي عريان، انا نهضر ونتكلم ونشوف واش انا كنضرب الناس، واش انا كنضرب الناس بالجناوه ولا القطع. حرام هادشي، حرام، انا كنخاف من الله، ما كنخاف من حتى شي واحد، كنخاف من الله.
والله ياخذ ليا الحق. دار عصابه لولدي بغى يدير ليا عصابه حتى انا، ولكن كاين الله سبحانه وتعالى وعنده النفوذ. انا كنتبرى فيهم امام الله. وهاد العواشر اليوم الجمعه، اليوم الجمعه وهاد الوقفه، الله ياخذ فيهم الحق، والله ينشر الحق، والله ياخذ الحق في كل من هو ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا تنطلب سيدي ربي ياخذ الحق. هاد السيد طاغي وزايغ وفين ما كانت شي خابات شادها هاد السيد، ولكن دابا ربي ياخذ الحق، دابا ربي ياخذ الحق. انا كنترجى الله وكنطلب سيدي ربي وكنهز القران وكنطلب سيدي ربي ياخذ فيه الحق هاد السيد هذا هو والمراه ديالو وبناته. وهذا الشيء يا سيدي، والسلام عليكم.